الخير. طبعا انا ببارك الزملاء على مقرهم الجديد، ده فعلا الحل اللي احنا كلنا في الشاطئ مساويين، انه في العاصمه الثانيه في مصر يبقى في مقر للشاطئ مساويين، مقر الفكر الاشتراكي، مقر الفكر الثوري المصري. وانا موافق مع يوسف تماما انه الفكره مش انه المقر يشد الناس لنظرتهم في المصانع وفي الشوارع وفي الاحياء الشعبيه، انما العكس، يبقى مركز يتنظم منه التحركات ديت، يتابع منه التحركات ديت، ويبقى مكان لالتقاء عمال بيعملوا اضرابات، لالتقاء صيادين بيخططوا لتحرك، لالتقاء طلاب بيحضروا لمعارض، بيحضروا لمظاهرات، بيحضروا لتحركات، يبقى احد مراكز مش بس الاشتراكيين الثوريين، بس يبقى احد مراكز الثوره المصريه في مرحلتها الثانيه. احنا دلوقتي بنمر بمرحله خطيره جدا من الثوره المصريه. في صفقه واضحه للعيان ما بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري، المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لتمرير رئيس توافقي ومع برلمان اغلبه من الاخوان المسلمين والسلفيين لوقف الثوره المصريه، لوقف الثوره المصريه للتاكد انه الثوره المصريه مش هتاخد اي خطوات اكتر لقدام. لما نبص على ايه اللي اتحقق في الثوره المصريه هنلاقي او ايه اللي ما اتحققش في الثوره المصريه. نمره واحد، عمليه التطهير اللي ابتدت معاها الثوره توقفت تماما. نفس الاشخاص، نفس الحراميه، نفس الفاسدين على راس كل المؤسسات اللي في البلد كلها بدون استثناء، كل مؤسسات الدوله، كل مؤسسات القطاع العام، كل المؤسسات الخاصه حتى فيها نفس الفاسدين، نفس رجال مبارك في اماكنهم. العائلات الالف الاغنى في مصر ما زالوا زي ما هم في مكانهم باملاكهم، باحتكاراتهم في التجاره، في الزراعه، في الصناعه، في كل المجالات الاقتصاديه. ما حدش قرب منهم، ما فيش ضريبه زادت عليهم، ما فيش حاجه اتسخطت منهم، ما فيش حاجه اتأممت من املاكهم، لم يمسوا. الناس اللي كانت في قمه السلطه في وقت مبارك هم ما زالوا في قمه السلطه في وقت ما بعد مبارك. اللي اختلف انه بقى في شريك اسلامي، اللي اختلف انه بقى في شريك اسلامي، ومشكله الشريك الاسلامي ده انه لعب بامال الجماهير، قدر انه يتحرك بحيث انه يحاول يلعب بامال الجماهير. بس في كذا حاجه حصلت تخلينا متفائلين جدا للفتره الجايه من الثوره المصريه، او اللي ممكن تسميته بالثوره المصريه الثانيه، وهو انه نمره واحد، النظام القائم حاليا مع الاخوان او من غير الاخوان غير قادر على حل الازمه الاقتصاديه. الاسعار بتزيد، الاجور زي ما هي، البطاله بتزيد، كل المجالات الاستثماريه شبه متوقفه، واللي حاكمين بدل ما يشوفوا الحل انه الدوله هي اللي تبقى المستثمر، انه يتاخد فلوس من العائلات الغنيه وتستثمر لصالح الاغلبيه، عايزين نفس النظام القديم بالظبط. خيرت الشاطر بيلف بيشحت من نفس الناس اللي مبارك كان بيشحت منهم قبل كده، رايح قطر، رايح السعوديه، رايح الكويت، يشحت بنفس الطريقة بالظبط بتاعت مبارك. والناس دي ما بتدفعش فلوس غير بنفس الشروط اللي كانت بتديها لمبارك. نفس الإخوان اللي كانوا طول الوقت بيقولوا مش المفروض ناخد فلوس من صندوق النقد الدولي ولا آخره، هم نفسهم اللي بيفاوضوا مع صندوق النقد الدولي. نفس الإخوان اللي بيقولوا إنهم ضد الاستعمار الأمريكي ولا آخره، خيرت الشاطر قابل سناتور ماكين وعدوا لهم موضوع الطيارة بالأمريكان اللي كانوا بيتحكموا. لازم قدام كل ده يبني بديل يساري راديكالي، بيبني نفسه في وسط العمال، في وسط الفلاحين، في وسط المناطق الاحياء الفقيره السكنيه، في وسط الصيادين، في وسط الالترس اللي هي حركه نابعه من قلب الشباب الطبقه العامله المصريه، في وسط فقراء الاقباط اللي بيتحركوا، في وسط النساء اللي ابتدوا يتحركوا عشان حقوقهم وضد كل التحرشات وضد كل اللي حصل لهم في الفتره اللي جايه. لازم نخلق حركه واحده توحد كل التحركات دي، توحدها وتنظمها عشان نستعد مع بعض للثوره المصريه الثانيه.
عايز اختم بنقطه حوالين موضوع الاضراب العام اللي كان مخطط ل 11 فبراير. يعني بالنسبه لي انا كان نجاح الاضراب العام ده في حمله الدعايه اللي اتعملت ضده، يعني حجم حمله الدعايه اللي اتعملت ضده تبين الحكام ورجال الاعمال في مصر قد ايه خايفين من الطبقه العامله المصريه، قد ايه مذعورين من الطبقه العامله المصريه. نمره 2 نجحت لانها خلقت دعايه ضخمه لفكره الاضراب العام. الاضراب العام بقت فكره متداوله في وسط قطاعات كبيره من العمال والطلبه، بقت فكره ان احنا ممكن في يوم واحد نوقف البلد دي تماما ما يتحركش فيها اي شيء، بقت وارده في ذهن الناس. ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقصنا؟ ناقصنا التنظيم. الاضراب العام محتاج درجه كبيره جدا من التنظيم، محتاج اذا احنا مئات من الشرطيين الثوريين في اسكندريه على سبيل المثال محتاجين نبقى الاف، اذا احنا كلنا متركزين في الجامعه محتاجين نبني قواعد في كل المصانع وكل الاحياء الشعبيه اللي موجوده في اسكندريه، اذا احنا لينا تواجد ضعيف في وسط حركه فقراء الاقباط اللي بينضلوا النهارده عشان حقوقهم لازم يبقى لينا الاف منهم في وسط الحركه بتاعتنا. نفس الحاجه بالنسبه للنساء، نفس الحاجه بالنسبه للصيادين، نفس الحاجه بالنسبه لكل القطاعات المضطهده في المجتمع. لو عرفنا نوحد الحركه العماليه مع كل القطاعات المضطهده في المجتمع المصري ضد سلطه المجلس الاعلى للقوات المسلحه وسلطه الاخوان المسلمين وسلطه رجال الاعمال، احنا ننتصر والاشتراكيه الثوريه تنتصر ومصر هتنجح فيها ثورتها التانية. شكرا. بنشكر الرفيق سامح، وهناخد حد تاني من اسكندريه عشان نبقى وصلنا شويه. معانا حكيم عبد النعيم الطالب عشان يتكلم عن الطلبه ودورهم، وعبال ما يجي في السكه نحب نقول ان كل حاجه اتعملت في المقر هي بايدين اعضاء الحركه واصدقائهم، حتى هد الحيطان، يعني كان في حيطان هدت على ايدين الناس ما كانتش من بره، الفلوس اللي الناس بتقول احنا بناخد تمويل فكنا بنجمع من بعض، اللي معاه فلوس كان بيقدر يحطها، بناخد من صحابنا بره ومش عايزين فضايح اكتر من كده، ولكن في الاول وفي الاخر لو في تمويل اكيد كنا خدناه في كفر عبده، ما كناش خدناه بهذا الشكل يعني، والعماره ممكن تقع في اي لحظه. مساء الخير. بالبتاع الفظيع اللي انا لابسه ده هبدا كلامي. بدايه هو في ظل افتتاح المركز احنا بنشهد، لا انا بتكلم تسكت بقى لو التكليف بتاعهم في ظل افتتاح المركز احنا بنشهد اوجه الموجه الثوريه في الحركه الطلابيه في جامعه اسكندريه وفي الجامعه الالمانيه وفي الجامعه الامريكيه وفي جامعه القاهره وفي كل الجامعات المصريه، في جامعه عين شمس وفاروس، جامعه فاروس هنا في ظل افتتاح المركز احنا عندنا عدد من الطلبه كبير في جامعه فاروس كليه طب اسنان بيتحولوا للتحقيق لمجرد ان هم بيقولوا رايهم. في هندسه عندنا حوالي كشف في حوالي 66 طالب يقدموا للتحقيق بالبرنت سكرين، برنت سكرين يعني بيدخلوا على تويتر وعلى فيسبوك وبيشوفوا هم كاتبين ايه ويبداوا يرفقوا البرنت سكرين بتاعتهم في التحقيقات. التحقيقات عباره عن انه الطلبه دول استجرأوا وطردوا المحافظ من كليه الهندسه، وانا من هنا بقول انه تاني اي حد من اعوان المجلس العسكري هيتواجد جوه جامعه اسكندريه هيطرد العم طرده بشكل واضح. في ظل افتتاح المركز الحركه الطلابيه بتشهد انتهاكات جسديه واضحه، عندنا بدايه من اللي حصل لنا واحنا هنا في جامعه اسكندريه قدام اداره الجامعه وقت اعتصام الطلبه قدام اداره الجامعه، لما الطلبه قررت ان هي تقفل مبنى اداره الجامعه لان موظفين الامن، واللي انا بعيد واقول ان عمال الامن انا مش هقبل نهائي ان هم يتم ايذائهم لانهم يعني ضرونا او ضربونا، اللي يتم ايذائه فعلا واللي يتحول للتحقيق فعلا هو اللي اداله الامر. ففي ظل ان موظفين الامن والقاده بتوعهم تمام اللي هم عقد الجيش وعمد الجيش متقاعدين بعد ما طردنا الداخليه من الجامعه فتحوا علينا خراطيم المياه بدايه من هنا ومرورا بالانتهاكات اللي حصلت لطلبه كليه اعلام في جامعه القاهره، مرورا باللي حصل لنا تاني في كليه الهندسه كطلبه اشتراكيين ثوريين من قله ادب وضرب وسحب ويعني وشكل غايه
في الفزع فعلا، يعني في ظل ان احنا في ثوره، يعني العميد الاخواني ورئيس الجامعه الاخواني قرروا ان هم ما يقبلوش ان هم يسمعوا اي كلمه ضدهم او اي كلمه تدور بمصالحهم جوه الجامعه. في الظل ان احنا بنفتح المركز، احنا عندنا طلبه كتير جدا في كليه هندسه بتحولوا التحقيق في حادثه اسمها طرد المحافظ، لكن في الحادثه اللي تم فيها ضرب طالب اللي هو انا يعني، وضرب الزميل محمود ابو حديد، وضرب الزميله ميرال المصري وهي بنت، وانا مش عايز افرق، بس في الاخر هي دي العقليه اللي بتتحرك بيها الاله الامنيه جوه الجامعه. وبعد كده طالب في المدينه الجامعيه اسمه احمد السوقي، وطالب مغترب يتم ضربه بالروسيه، ولما يقع على الارض يتم استكمال الضرب فيه لمجرد ان هو مش عايز يجدد الكارنيه، لانه مش عايز يدفع مليم طول ما الكليه وطول ما الجامعه لسه ما جاتلهاش الثوره لحد دلوقتي وما حصلش التطهير الحقيقي، فيتقال له من العميد الاخواني هو انت بتطالب بحقك ليه؟ هو انت اشتراكي ولا ايه؟ فالطالب يرد بمنتهى يعني الطيبه يقول له لا يا مو انا مش عشان بطلب حقي ابقى اشتراكي. لا، هي ديت العقليه اللي بتتحرك بيها الاله الامنيه جوه الجامعه، واحنا كطلبه وكحركه طلابيه عمرنا ما هنخضع لاي نوع من انواع الترهيب او اي نوع من انواع الفصل. احنا جاهزين للفصل لو كان الفصل ده لاننا بنقول حقنا. انا عايز اقول اكتر ان المكان ده احنا اول ما جيناه كان فيه لون فظيع على الحيطان، وكان فيه حيطه هنا عظيمه جدا، وانا افخر جدا ان انا موجود جوه الجامعه في ظل طلبه على وعي كبير وعلى ثقافه عاليه وعلى قدره على التحرك في الشارع وعلى على قدره في التحرك ميدانيا جوه الجامعه وعلى قدره باللي هي الطالب بحقها جوه الجامعه. هنفضل نتحرك جوه الجامعه بمطالب حقيقيه للطلبه بتصب في الاخر برضو باسقاط حكم العسكر واسقاط سطوه الراسماليه جوه الجامعه. في اللحظه اللي الطالب ممكن يدفع في المحكمه 14 جنيه هو بيدفع 500 جنيه جوه الجامعه. في اللحظه اللي احنا عشان نطلع كارنيه بندفع 25 جنيه عشان الطوابع اللي بتروح للصناديق الخاصه اللي في كليه اداب اتسرقت غرفه الصناديق الخاصه ومحدش يعرف حاجه. اللحظه ديت اللي في مجمع النظري كاملا عمده المجمع النظري كاملا بالانتخاب جم تاني هم عمده امن الدوله، وحتى اللي ما كانوش موجودين قبل كده يعني العمده الاخوانيه او ايا كان هم برضو عمده الامن الوطني اللي هو كان الامن الدوله. احنا بنقول كحركه طلابيه حقيقيه وكطلبه على وعي عالي من الوعي الثوري، بنقول ان احنا مش هنقبل تماما باي نوع من انواع الانتهاكات ضدنا والحركه الاحتجاجيه التصعيديه اللي ضد اداره الجامعه وضد سلطه الامن جوه الجامعه وضد عمده الجيش قال ايه المتقاعدين، فهم في الاخر بيصبوا جوه السلطه العسكريه عسكره الدوله اللي دخلت جوه الجامعه زي ما دخلت جوه مؤسسات الدوله. احنا هنفضل نناضل وعاش كفاح الطلبه ويا العمال. بس انا عايز اقول حاجه في الاخر مش لوحدك والله، لا عايز اقول حاجه بس بكره عايز اقول حاجه مهمه جدا، حادثه مهمه جدا حصلت جوه الجامعه، انه في فعاليه من الفعاليات اللي احنا كنا عاملينها جوه الجامعه، واحنا على فكره الزملاء الطلبه اللي بينتموا لجماعه الاخوان المسلمين هم ناموا معانا في الشارع زي ما احنا نمنا في الشارع مع اختلاف الهدف يعني. ففي اللحظه اللي واجهته بيها وقلت له انت نمت في الشارع عشان رئيس الجامعه وعميد كليتك يبقى من جماعتك، انا نمت في الشارع عشان الطلبه ديت ما تدفعش فلوس للكتاب الجامعي، علشان الطلبه دي ما تدفعش مصاريف زياده عن اللي حده القانون، عشان الطلبه ديت تحيا حياه كريمه جوه المؤسسه التعليميه ويكون في ميثاق شرف بين الطالب وبين المؤسسه التعليميه، ويسقط حكم العسكر.